ملك بابل بعت بنته لملك مصر أمنحتب الثالث عشان يتجوزها، وطلب منه يقوله زي ما بعت لك بنتي بعت لي انت كمان بنتك. أمنحتب الثالث رفض وقال له ان مفيش اي بنت ملك مصري اتجوزت من اجنبي. ملك بابل قال له خلاص ابعت امرأة جميلة على انها بنتك، مين هيستجري يقول انها مش بنت الملك؟ أمنحتب الثالث رفض برضه. عمر ما في أميرة مصرية كان مسموح لها انها تتجوز من بلهط اجنبي علشان عرش مصر ما يبقاش في ايد الاجانب.